سيارة تلو الأخرى، ينتظر الفلسطينيون دورهم حتى يأذن لهم شرطي إسرائيلي بالدخول إلى أرضهم بعد تفتيش السيارات والتحقق من هويات أصحابها فرداً فرداً، عقاب جماعي يتعرض له سكان أريحة يومياً. على ما أعتقد إنها عقاب جماعي للشعب جميعه يعني. طب إحنا مش عاملين إشي، ليش بيعملوا حواجز هذه؟ حواجز هذا بأخر الناس وللطالع من ريحة. طب شو في ريحة تنهم بعاقب الجميع؟ إحنا معطلين الحواجب، رايحين على رام الله يعني، كتير تعبنا هون يعني، كتير نفسنا يعني نوصل يعني تعبنا، إن ساعتين نستنى كتير طولنا تأخرنا. أزمة خانقة جدا البلد، حصار واضح يعني، صارنا حوالي ساعتين نستنى يمشونا شوي شوي، وبالنهاية يعني مسألين في المواطنين، في مسألين في مصالح الناس، بيشتغلوا كيفما شاءوا يعني، وهذا أمر يعني بالنهاية لا إنساني. إغلاق مدينة أريحة مصالح الناس كلها متعطلة يعني. الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بدأت عقب مقتل إسرائيلي واتهام فلسطينيين بإطلاق النار عليه جنوب شرق أريحة قبل 13 يوماً، وتعد أريحة سلة غذاء الضفة الغربية، إضافة لكونها رافداً سياحياً هاماً يفيد إليها السياح من جميع أنحاء العالم. قبل الإغلاق كانت أريحة تشهد تدافق زوارها من جميع أقطار الوطن، من جميع أخواننا في 48، وشهدت اقتصاد أريحة واقتصاد يعني ممتاز جداً، ولكن بس بعد الإغلاق أصبح يعني أريحة سجن مصغر. مدينة القمر هذه بات لها من اسمها نصيب، فالوصول للقمر أمر ليس بالسهل. هلا العلي، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.